السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إكرام الكرومي، طالبة بالسنة الثانية بكلية الحكامة التابعة لجامعة محمد السادس، متعددة التخصصات، تخصص العلوم السلوكية للسياسات العمومية. بحكم أننا في السنة الأولى بالجامعة، قمنا بالتطرق لمجموعة من الدروس التي تهم مجموعة من التخصصات. على سبيل المثال للحصر نجد العلوم السياسية، الاقتصاد، العلوم الاجتماعية وغيرها. فوجدت آنذاك أن لي ميول لكل ما له علاقة بالإنسان، فاخترت هذه الشعبة. ومن بين العوامل كذلك التي بلورت هذا الخيار، نجد كون هذه الشعبة هي الأولى من نوعها بالمغرب، وكذلك ندرتها على المستوى العالمي. فمن الممكن أن تجد العلوم السلوكية بمجموعة من الجامعات، لكن من النادر جدا إيجاد هذا المزج بين كل ما هو علوم سلوكية وسياسات عمومية. من بين العوامل التي كان لها الفضل لخيار هذا المتمثل لإتمام دراستي بكلية الحكامة، نجد أولاً أنها كلية التميز ذات صدى عالمي، وكذا انفرادها بتكوين جد متميز يهتم بكل متطلبات سوق الشغل المتجدد. ولعل أبرز أوجه هذا الاهتمام نجد برمجة الدروس حول المعلومات. يمكن تلخيص تجربتي بكلية الحكامة في ثلاث كلمات: صبر، تضامن، وقمة. فمن المعروف أنه من الصعب جدا أن تحتل مناصب عليا وقيادية بالمملكة المغربية، لذا فبالصبر والتضامن سواء بين الطلبة فيما بينهم أو بين الطلبة والأطر بالمؤسسة سنصل بإذن الله إلى القمة. أولاً، مع كل متمنياتي بالتوفيق والنجاح لكل تلاميذ سنة ثانية بكالوريا، أنصحهم بالمطالعة ثم المطالعة، لأنها من أهم ما يجب أن يتوفر بكل طالب علم، مع محاولة ما أمكنهم ذلك للاطلاع على كل مستجدات العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا محاولة القيام بأنشطة خارج الفصل الدراسي كالانضمام لنوادي المؤسسة ولما لا مؤسسات المجتمع المدني.